تعيش يا وردي. الحمد لله على السلامة يا ايد احنا اختي. الله يسلمك يا وردي. على مهلك. استني بقى وردي. طلع مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الله عليك يا بنتي. اسم الله عليك. بقى يا بنتي مش هتتعلمي ازاي تخشي بالباب؟ ماشي ممدوح هو اللي زقاني. وايه الحاجات اللي انت جايباها دي؟ دي ما جابش ممدوح. باين عليك تعبان قوي زي ما تكون ما نمتش شويه. عن اذنكم بقى. طيب مع السلامه يا دمعي. يا مجنونه مالك يا انت تعبان؟ لا مش تعبان ولا حاجه. تعبت في الشغل؟ شويه يا امك. اياك تكون قمت بالمأمورية كويس. قمت بالمأمورية كويس. الاوراق اتاخرت قوي يا استاذ مسعد. هنعمل ايه يا سيدي اذا كانت به الجديد لسه ما شرفش وهو النهارده نهايه اجازته. بص في الساعه حضرتك 8 جت دقيقه. دقيقه؟ انت بقى يهمك دقيقه ولا ساعه؟ امضي يا اخويا اتفضل امضي. امضي وبعد كده روح شوف شغلك. طب مش نقول صباح الخير برضو الاول ولا ايه؟ صباحين يا اخوي اتفضل امضي. انت فين يا استاذ ممدوح؟ البيه المدير بيسال عليك. ايوه يا سيدي اتفضل. على كل حال ما تخافش يا شاكر، دي حاجة سهلة أوي. أنا عندي هنا الولد اللي أوعى تقولها. يا شاكر ده واد أمير وطيب وابن حلال كالنعجة الحلوب، لا يهش ولا ينش. أدخل. ما شاء الله قمر. إيه ده؟ إيه القميص الشياكة ده؟ كله من خيرك يا سعادة الدين. ايه يا دوح انبسطت في الاجازه؟ الحمد لله. والله يا ممدوح انا مش عارف اشكرك ازاي. لا شكر على واجب سعادة الدين. اقعد يا ممدوح. لا عفوا بيك. اقعد يا ممدوح اقعد. الواحد لما ربنا يا ممدوح يقدره انه يعمل خير بيعمله. ولا ايه؟ طبعا. طبعا يا سعادة الدين. عظيم. شاكر بيه يا ممدوح. واقف في مشكلة. يا ساتر يا رب. مشكلة زي اللي أنت هي مأمورية زي اللي فاتت. زي اللي فاتت؟ زي اللي فاتت بالظبط. فاهم يا ممدوح؟ فاهم يا سعادة. عارف هتعمل إيه؟ هعمل إيه يا سعادة البيت؟ أديني بروح أنام بالليل وأصحى الصبح أروح على طول. جودي انا ايه؟ انا ماشي مش قادر. ليه؟ ما انت قاعد شويه بس مع نعشك. ايه معاك؟ انت عارف كل الاجراءات. اتصرف يا اخي. يا شاكر ما تيجي تقعد بس شويه. تاني تغريب؟ اطمن كله تمام. ممدوح شاكر بيه مليونير مالتي مليونير فلوس بالابد. يا بيه من غير حاجه. احنا بنعمل طيب. انا عارف. انا مش عارف اشكرك ازاي يا ممدوح الحقيقه. الكارت بتاع شاكر بيه في نمرة التليفون والعنوان وكل حاجة. السلام عليكم. السلام عليكم.